السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا دايما يا رب. للناس اللي أول مرة تشوفني، أنا مس عائشة انجلش تيتشر، بناخد مع بعض كورسات انجلش من الصفر للاحتراف. وصلني كتير الفترة اللي فاتت عجبهم كورس النطق. أنا عارفة إن هو كورس سهل وخفيف جدا للناس اللي لسه مبتدئين. النهاردة جاية لكم بثلاث حروف بيتنطقوا فويس لونج، اللي هو اللونج فول، وهناخد عليهم بعض الكلمات عشان نعرف نخرج الفويس من بقنا. كلمة eat، eat يأكل، eat heat، heat يعني ايه heat؟ يعني حرارة او يسخن. heat beat، beat بالبيت تقيل الخفيفة اللي تحت، بيبوك beat يعني ايه بيت؟ يعني ينبض القلب، ينبض بيت. عندنا كلمة ميت، لحمة، ميت ميت. عندنا كلمة سيت، سيت مقعد، سيت. الكلمات دي كلها هتلاقي اخرها اي اي تي، ايت. طيب عندنا كلمة تريت، على حسابي، ماي تريت، على حسابي، تريت تريت. الكلمات دي كلها اللي هي اي اي تي دي اسمها لونج فاول. اي بيظهر حرف الاي لان في حرفين متحركين ورا بعض. يبقى عندنا كلمات ايت ياكل، ايت هيت يسخن او حراره، هيت ميت لحمه، ميت تريت تريت، بيت 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 يعني ينبض للقلب. كلمات كلها فيها اي اي تي. اسمعي واكتبي واسمعي مرة واثنين وثلاثة واتكلمي قدام نفسك في مراية او اسمعي نفسك علشان لسانك ياخد على نطق الانجليزية. اشوفكم على خير في حصة نطق تانية او كورس النطق تاني. ما تنسونيش بلايك شير سبسكرايب. باي باي.